بسم الله الرحمن الرحيم. بعد جولة قمنا بها في منطقة اللجاء في محافظة درعا، التقينا خلالها بسيادة العقيد أحمد العمر قائد لواء درع اللجاء، ودار بيننا الحوار التالي: بداية نحيي فيكم الشجاعة والمرأة لانشقاقكم عن هذا النظام الباغي، ونرجو منكم أن توضحوا لنا ما الأسباب التي استدعت انشقاقكم سيادة العقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نسأل الله تعالى أن يتقبل عملنا خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل شهداءنا وأن يشافي جرحانا ويفك أسر معتقلينا. لقد كان انشقاقي غضبة لله تعالى، غضبة لهذه الدماء التي تسيل في الشوارع، وغضبة لهذه البيوت المهدمة فوق رؤوس ساكنيها. سيادة العقيد، ما هو الدفع الأساسي الذي استدعى تشكيل لواء درع اللجأ؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الوحدة قوة، والوحدة خير للأمة. بالوحدة ننتصر، وبالوحدة نكون قادرين أكثر على قتال هؤلاء الطغاة ومحاربتهم. سيادة العقيد، بات تشكيل لواء درع اللجاء انبثق أم كبير في نفوس المواطنين في المنطقة، فما هي وعودكم للأهالي في هذه المنطقة؟ نعدهم بإذن الله تعالى أن نخفف عنهم ما استطعنا من القصف ومن دخول الجيش إليهم، ونحمد الله تعالى أن مكننا من منع الجيش إلى الدخول إلى هذه المنطقة بعد أن كان يدخل الجيش بكل أريحية، بل دورية من عناصر الأمن مكونة من 3 أشخاص كانت تدخل إلى القرية وتأخذ القرية جميعها، كانت تلقي القبض على كل أهل القرية. أما الآن فهم بدباباتهم لا يستطيعون الدخول إلى منطقة اللجأ. سيادة العقيد، هل نستطيع أن نأخذ منك لمحة موجزة تعطينا فيها فكرة عن الوضع العسكري الحالي للجيش الحر وقدراته أمام قوات النظام المعتدية؟ في الواقع قوات النظام تمتلك كل أنواع السلاح المتطور والحديث، تمتلك الدبابات والطائرات والمدفعية والصواريخ. أما الجيش الحر نمتلك السلاح الخفيف من بنادق آلية ومن قوازف بسيطة وبدائية، ولكننا الحمد لله رب العالمين نمتلك المقاتل العاشق للشهادة، بينما هم يمتلكون المقاتل العاشق للحياة. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. سيادة العقيد، أن التحرك في التشكيلات العسكرية هل هو بشكل مستقل أم يتم التنسيق بينكم وبين باقي الألوية والكتائب الموجودة في المناطق المجاورة والمحافظات الأخرى؟ ضمن المنطقة والمناطق المجاورة هناك تنسيق وبشكل جيد، أما باقي المحافظات فالتنسيق ضعيف. سيادة العقيد، التحرك العسكري للواء هل هو بشكل مستقل أم يتم التنسيق مع باقي الألوية والكتائب في المناطق المجاورة والمحافظات الأخرى؟ التنسيق موجود ضمن كتائب الموجودة في المنطقة والمحيطة باللجأ، أما في المحافظات الأخرى فلا يوجد أي تنسيق حتى الآن. سيادة العقيد، نحن نعلم تماما بأن النظام الآن ليس له أي قوة داخلية في هذه المناطق، ولكن الأهالي الآن يعانون من مشكلة، وهي نسمع كثيرا عن حدوث حالات من السرقة والسرب تحدث في كثير من المناطق، ولا يستطيع الأهالي اللجوء إلى جهات أمنية تابعة للنظام لتحصيل حقوقهم، فهل لهم أن يلجؤوا إليكم لتحصيل حقهم المسلوب؟ بكل تأكيد، للأسف الشديد أن هناك بعض الحالات من السرقة القليلة جدا حدثت في هذه المنطقة. لجأ إلينا أصحاب هذه الأشياء المسروقة كسيارات، وقد تم إعادتها إلى أصحابها. حتى عندما غنمنا السيارات في معركة حامر الأخيرة، وقد كان الأمن قد سلب السيارات من أصحابها، جاء إلينا أصحابها وأعدناها إليهم سالمة كما أخذناها. إذن سيادة العقيد، نستطيع القول بأن لواء درع اللجاء يمتلك مكتب أمني أو ما ينوب عنه لحفظ الأمن والنظام المفقود عند الأهالي، أو على الأقل هل توجد دراسة لهذا الموضوع؟ مكتب أمني لا يوجد حتى الآن، ولكن هناك دراسة وقد حددت أسماء الأشخاص الذين سيقومون بهذا المكتب الأمني، والمكان موجود وشبه جاهز، ولكن بعض الترتيبات الأخيرة ستظهر قريبا بإذن الله تعالى. هذا المكتب الأمني هل سيكون متواجد في منطقة محددة أم أنه سيكون له مناطق توزع في ضمن القرى والبلدات المحيطة؟ مكانه محدد ضمن منطقة اللجاء، ولكن مهامه تتوزع إلى كل منطقة اللجاء وما
يحيط بها أيضا. سيادة العقيد، نسمع منكم نهاية كلمة تطمئن فيها نفوسنا وترفع من معنويات مقاتليك. نحمد الله تعالى أنه قد نصرنا عليهم وخذلهم بسواعد أبطال درع اللجاء، ونعاهد الله ونعاهد المنطقة بأننا سنقضي عليهم في أقرب فرصة ممكنة. شكرا لكم سيادة العقيد، وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين خيرا في هذا. تكبير، الله أكبر. تكبير، الله أكبر. تكبير، الله أكبر.